تقول هل تتوقعون انه شرب القهوه تمنعك من الثراء؟ ايش يعني؟ هل كوب القهوه يمنعك من الثراء؟ يمنعك انك تصبح ثري؟ تتوقعون كتجميع يعني؟ يعني في الفتره الاخيره في كلام زي كذا انه انا شفت حديث يعني ايوه انه لما الواحد يصرف على كلام الحديث يعني المنقول انه يصرف 380 ريال او 390 ريال في الشهر على اكواب القهوه لا يسال ليش هذا غالي. وانا اشوف انه هذه فلسفه غير صحيحه يعني، مع احترامي وتقديري لقائلها يعني. يعني اللي جالس يتكلم بهالسطحيه كلامه مش منطقي لاكثر من سبب. السبب الاول انا لما اشتري كوب ب 15 ريال انا اصرف 390 ريال في الشهر على قهوه، لكن في نفس الوقت ما ادفع 1500 ريال على تاكسي يوصلني الفندق مثلا. حلو. ما ادفع في غرفه في فندق 10000 ريال مثلا. حلو. ما ادفع يعني في فرق بين الثنتين. فمساله انه هذه تتعلق بالثراء ما لها علاقه ابدا. انه انا مثلا يمكن اني اصرف 450 ريال في قهوه لكني ادخر 1000 ريال. حلو. ادخر 2000 ريال ما لها علاقه بالمقارنه يعني. حلو. انت عندك القهوه ما هي اولويه، في ثاني عنده القهوه هي صح. اولويه. صح احسنت. طيب جميل هذا ياسر. الرأي سديد والله. شوف نعم عبد الله. وأنا شوف نطلع فاصل بعد الرأي. أنا أتوقع إنه شرب القهوة في الآونة الأخيرة صارت مزاج وهي شيء نفسي. يعني مثل ما قال ياسر إنه تاكسي، لا أنا أقول يعني هل أصرف مبلغ بالمطاعم آكل وأخسر وأنا عندي بيت مثلاً وموجود كل مواد غذائية داخل البيت، ولا إنه مطعم وقهوة؟ فأنا أقول قهوة شيء نفسي جدا، الواحد تعود عليه فطبيعي جدا. يعني أنا أشوف أنهم يعني توافق على الكلام اللي جدا جدا إنه يمنع من الثراء. صديقي نعم نعم. لا ما يمنع الثراء أبدا، ترى حتى الأكل لا. كل شيء ينطبق، كل شيء مشتريات بس الأكل يختلف يعني السعر. يعني مثلا أنا لما أجي عند جيمرز وأقول له أنت قاعد تضيع فلوسك على الألعاب لا، هذه أولوية عنده ما هي أولوية عندي. أحسنت. حلو. ممكن هو قاعد يشتري العاب جيمرز ومش عارف ايش، لكنه ما يروح يتعشى ب 1000 ريال في مطعم مثلا. واحد من الاثرياء اولويته انه يروح يدفع في مطعم 1800 ريال يعشي فيها زملاء ولا كذا. حلو. وما يحب الجيمرز، يشوف انها شيء تافه. بس انا اتكلم عن ترتيب الاولويات بحياتي. هل انت لا راتبك 3000 وتصرف منه 2500 جيمرز؟ هنا اقول لك لا انت كمخة. مصطلح عجبني. مخه. اي طيب ها احسب لك حسبه بسيطه. قول الكوب بكم؟ 15 ريال. درج. هذا لا كثرت. قهوه اليوم ب 10 ريال. اذا كثرت 10 11 كثير. 10 ريال نسمع 30. ايوه 30 يوم ما يحتاج 300 ريال. 300 حلو. طلع 42. 300 اضربها في كم؟ سنة. في سنه في 12 ضرب 12 كم حتطلع؟ 3600. اضربها في 10 سنوات تمام؟ لا لا اوفر كذا. قول 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 10 يعني ما عيش يومي انا يا جماعه. 36000 بس. 36000 في 10 سنوات، هل 36000 بتخليك مليونير؟ هذا الكلام. احسنت. بس انت معلش بتشتري في اليوم مره واحده قصدي. يربط القضيه ما في مشكله. اوكي دبلها مرتين ضرب اثنين قول 72000 هل حتخليك مليونير؟ بس انت تقول على كوب 10 سنوات في ناس مو كوب واحد. في ناس مو كوب واحد في اليوم. خلاص هو ضربها اثنين صادق. اربعة خمسة ضربها بخمسة والله. ايوه في ناس نعم. انت من اللي قال لي اربعة قبل شوية؟ من اللي قال اربعة؟ انا قلت اربعة. اقول لك اربعة خليكم شوية. مو كلها انت. محمد الفهيد كم مرة انت كم؟ اصبروا شوية شوية شباب. كم تشرب في اليوم؟ اشرب اربعة. اربعة الواحد بكم؟ بس هي ما هي على الكوب. الواحد بكم؟ على حسب. صوت شاري ماكينة. على حسب على حسب الاماكن. في ب 30 الكوب الواحد. الكوب الواحد 30 تشتري في شيء اللي هو بعشرة ولا بعشرة بخمستعش بس إنه هو مو على الكوب القهوة لازم المتوسط بكم؟ المتوسط والحلا بخمسة واربعين ستين. لا لا أنت أدخل 120. لا لا أنت بيمنعك من الصراحة. ها شفتوا كيف هذا اللي أقصده؟ يوميا يعني هذا القهوة مدخل القهوة. ممكن أقول شيء بس هو ما يروح يأخذ الكافي بسيارة. ممكن أقول شيء فالبنزين ما يدفع. استدرياض البعض يشتري القهوة مطحونة عشان تكون في الصورة. يشتري القهوة مطحونة هذه هتديك اكواب الى ما لا نهايه يمكن شهر شهرين وانت معاك القهوه. تدري وش المشكله من القهوه المطحونه؟ جت فتره والله يا جماعه بدون مبالغه يمكن اشرب لي لتر ونص الى لترين قهوه لانها موجوده عندي. هذا لا معلش فهد هذه بس هذا الكلام الحين يرد على ياسر انه هذه اولويه عنده. هو اولويه عنده قهوه هذا عنده شيء اساسي. قلت شوف يمنع من الثراء الرجال. الكلام بين قوسين كذا مره مهم. اذا انت قاعد تاخذ حاجه فوق الطبيعي فانت كمخ. هذا اللي انا اتكلم عنه.
يعني انا معلش انا بصرف في اليوم 300 ريال هو مبسوط. انا اتكلم قهوه قهوه سعادته في القهوه هو مبسوط. لا 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 انا اتكلم هذه فيها ضل. انا معلش انا سعادتي في الحلا حلو اروح اكل حلا لما يجيني سكر اروح لا تاكل حلا تعال قابلني والله يلا تقول الكلام فجأة الهواء دوخ عشان حلا لا لا سؤال سؤال والله الفهد خلينا بس نجي الفهد لانه قبل شيء حسب الرجال لا بحسب مع الفهد خلينا نحسب صدق يلا نحسب مع الفهد كامل المتوسط يقول الصدق 50 ريال 30 لا اقول المتوسط المتوسط قول 100 ريال 250 الكوب الواحد يعني كم تقريبا 60 70 60 في اليوم باليوم 60 ريال إيه؟ كيف كم كم الكوب لا لا يا اخي لازم اخذ حلا مع هذا لا بدون حلا بدون حلا الكوب لا بس الكوب القهوه 30 40 50 60 60 60 لازم اخذ واحده في 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 كافي في كافي عندنا طيب اوكي اوكي في كافي عند الدوام هذا القهوه عنده ب 30 حبه واحده عيال ضيعت الكولومبيه ضيعت الفقره 60 60 نضربها يا مبالغ والله انت عندهم عندهم اللي هو هذا مبالغ 60 عندهم ضريبه 100% ضرب كم 30 صح يا شباب ها 60 ضرب 30 يساوي 1800 تمام اضربها في 12 في السنه خلاص 21000 تمام في اضربها في كم في 10 سنوات لا اضربها انت كم قاعد في المجد وحزم غلط اضربها في 10 زي ما هذا نضربها في 10 ايوه اذا على ذي 216000 اوه مبلغ مبلغ 216000 كذا احنا نقول نقول ال 10 سنوات للاسف الشديد ما تجيب له فرشه شباب هدوء 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 والله ايش خلينا بس نحل المشكله والله هذا يقول لك بدون حلا هذا تو بقول لك شيء والله والله رياض رياض بقاطعك معلش اجمع هذا المبلغ يعني رياض ترى تراكم دقيقه والله والله خلينا نسمع لما تكلم بس بقول شيء مازن مازن ها انا اقول سؤالك كان في قضيه الثراء نعم. سواء كان قهوه او غير قهوه ما له دخل في قضيه الثراء مره لا ينقصك ولا طيب. صح. انت اصلا للثراء له خطوات وله اساسيات وله شروط بس هذه من مسببات لا هذه من مسببات انك ممكن تفتقر اولويات عند عند دقيقه دقيقه انا ما كملت الفكره بعدين لما انا يكون راتبي على حسب الراتب ترى او على حسب الدخل الشهري اللي عندي ايوه حيكون قهوتي في ناس حيكون كوبين ثلاث يا سلام راتبي عالي حيكون ستة دقيقه هذه هذه طريقتهم في التعامل الحديث كله كلام ياسر صح طيب كل واحد لا 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 اللي عنده بس معينه شباب بقول لكم نطلع فاصل انا ما ادري صراحه عبد الله بشكل سريع والله الصراحه هدو 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 والله العظيم في فئه في فئه تشرب قهوه اقسم بالله انه شو بس آه. نعم انه ما يعرف يشرب نعم. في واحد انا اعرفه ياخذ كاسات يشتريها لماركه معينه هذا قدامي يعبيها يعبيها من البراده مويه هذا وفر يكتب في السناب قهوه الفاتن يا رياض هذا الواضح الكلام اللي قاعد يقال هذا مره تمام انه انا اجمع فلوس او شيء ثراء انه ال 200 مثلا و10 اللي طلعت هذه انها تبي تصير عندي وانا بستثمره فهي ما هي باقيه 210 بعد 10 سنوات صح هي تبي توصل اكثر من نص مليون تضخم فهنا انا بستثمر المبلغ حق كوب القهوه فانت بس اما انا بحطه عندي اوكي انا قاعد اوفر بشيء ثانيه يعني انت الحين حسيت وتعترف انك ان شاء الله بتبطل هذا الامر لا ما بنبطل احس يوم في 20 في الشهر ياكل عيش لازم نطلع فاصل معليش انا ودي اسمع من الجميع هي فلسفه هي فلسفه عشان كذا انا بتفلسف عليكم واقول فاصل يلا